ايه رايك بقى يا شيرين نشوف اخبار الارشيف اللي بقالنا شويه سايبينه احنا؟ ارى لك ارشيفك بيقول ايه. بيقول: لا يخدعكم هدوئي، انا عصبيه جدا وانفعل بسرعه، اضرب من يمر امامي اثناء مشاهده التلفزيون، ارفض لقب بطه السينما. لا ما اعتقدش ابدا ان انا بطه يعني او بطه السينما، وعموما انا برفض الالقاب كلها كلها يعني حتى أنا ولو نجمة الجماهير مثلا. لا 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 ما بحبش يعني، انا ما بحبش ان انا اقول مثلا لقبوني بكذا ولا، لانه لا انا عايزه شيرين بس. كفايه جدا الناس تفتكر ان انا شيرين. ما اعتقدش ابدا ان ينطبق عليا بطه السينما ولا وزه السينما ولا الكلام ده يعني. ما ينفعش. ممكن اضرب اي حد يعدي قدامي وانا بتفرج على التلفزيون. ليه؟ بحب جدا لما اكون مثلا عمل بتفرج عليه مش مهم يكون ليا، بس بدات اتفرج على عمل. ما احبش حد يديني تليفون. ممكن اطفي المحمول بتاعي، اركز في الفيلم اللي انا بتفرج عليه، لان انا اخترت ان انا اتفرج عليه عشان عايزه بعد كده ممكن اتسال فيه، انا حبيته عايزه اعيش معاه. حتى لو كان فيلم بيتعاد مثلا احب كده جدا جدا. ما احبش حد يفضل يعدي وده يروح وده يجي، وحتى لو كان فيلم في الفيديو. أيوه. يعني مثلا انا ممكن ارجعه تاني. لا ده بيقطعني او بيكسر حاجات كده جوايا. فيبقى انسب وقت ممكن اختار وقت ما يبقى فيه سكون. او ابقى انا في اوضتي واشغل اللي انا عايزاه. هل ميرات بتتاثر بعصبيتك دي يا شيرين؟ ما نقدرش نقول انها بتتاثر بعصبيتي، لان انا عصبيتي ما بتكونش في البيت مثلا. يعني اغلب الوقت بحاول انه ما تكونش عصبيتي في البيت. برافو عليكي. بس نشوف شاشك بقى هتقول ايه. نشوف ميرات. يلا نشوف. هي عصبيه قوي، ف على طول اقول لها خلي بالك يا ماما مش دايما تتعصبي، مش في اي حاجه تتعصبي يعني. بس هي بتبقى دايما ستريسد قوي، فعشان هي ماشية على طول في كل حاجة، ما عندهاش يا يمين يا شمال، هي على طول ماشية في كل حاجة. ف يمكن دي ميزة، بس مش كل الناس في المجتمع ده دلوقتي بيعرفوا يتعاملوا مع بالأسلوب ده يعني. مش كل الناس صريحة يعني في معاملاتها، ف من كتر ما هي صريحة بتتعصب بقى، ولما تلاقي حد مش ماشي صح يعني. فبطلب منها انها تقلل العصبية شوية عشان صحتها بقى وكده، من حقها انها تتعصب عليا. هي اوقات كتير بتتعصب عليا صراحة يعني، مثلا تخش تلاقيني بتكلم في التليفون وسايبة المذاكرة يعني، بس بتتعصب، وده من حقها لانها خايفة عليا يعني. انا بتتعصب. يعني برضو البنت متأثرة شوية بعصبيتك يا شيرين شوية؟ لحظي معلش، انه انا لازم اكون قوية يعني، حتى لو كان أنا مش عايزة أتعصب عليها، بس لو قلت مرة خلاص تليفون دلوقتي مش وقته. ميرات فيها ميزة، اتعلمت إنها تذاكر، وأنا مثلا ببقى عندي تصوير أنا تابع بس، فأنا ممكن لو جيت في لحظة لقيت حاجة مش عجباني كده فجأة ببقى حد تاني. واحدة ميرات، واحدة ميرات تانية بصوت، والتالتة تبقى افزع. فهي يعني زلزال. هي كمان ما بتحبش الصوت العالي يعني، ما تحبش يعني، كفايه عليها ميرت واحده. لكن اللي اعلى من كده هي نفسها تبقى مش عايزه تسمع واحده تانيه زعيق. ميرت ما تفكرش تبقى فنانه شيرين؟ لا. ما حسيتش ان عندها اي مواهب؟ عندها مواهب كتير. بتحب المزيكا، مره طلبت اشتري لها كمانجا وعزفت. وبعدين أورج وبطلت، وبتعمل مودرن دانس، وتروح تاخد عند سامية علوبة فاشن شو، بتعمل حاجات غريبة، كلها حاجات غريبة. بتعمل أشغال برضو بإيديها كتير، وفنانة جدا. لا أحسن بقى كمان. يعني المعدل بتاع شيرين. معدلة. معدلة. ميرات يعني إيه شيرين؟ ميرات يعني ابنة الملك خوفو، ومعناه بالفرعونية الأميرة الجميلة. وبالفرنسية معناه العينين الواسعة.
الله. بس انا سميت على اساس انه بنت الملك خوف الأميرة الجميلة، كان عندي عشرة وهي أميرة وجميلة إن شاء الله دايماً.